أختي، حان وقت سفرنا. لكنك لم تمضي هنا سوى مدة قصيرة بعد عودتك. هل نسيتما شيئا؟ تذكرا جيدا. هذه المرة العاشرة التي تسألين، نحن لسنا صغيرين. حقا؟ لو كنت كبيرا لما كنت في حاجة إلى من يوقظك. آسف. جون، لا تنسى الرسائل، أرسل إلينا بأخبارك يا بني. حاضر. سيخاطبكم عن طريق البريد الإلكتروني، فهي الطريقة الأسرع. نفضل الرسائل المكتوبة بخط اليد. اكتب إلينا أيضا يا كيلوا. ماذا؟ أنا؟ أجل، أكتب رسالة؟ الرسائل التي أطلب خلالها النقود هي التي أجدها فقط، ورسائل التهديد أيضا. يمزح، إنه يمزح يا جدتي. كنت أرد على رسائل الواردة إلى أبي، وكلها رسائل تهديد. ألم أقل لكما مزاح كيلوا سخيف جدا؟ يكفي يا كيلوا. أنا لم أكن أمزح يا جون. أعذرني يا بني، مزاح سكان المدن لا يضحكنا. لا بأس، لا تنسى الرسائل يا جون. حاضر. بقي أمر واحد كيلوا. أرجو أن تكون برفقة جون عندما يعود إلى هنا، فأنا وأمي نعدك واحدا من أفراد أسرتنا. هل ستعود؟